يا استاذ انديل اسالك عن توجيهات الرئيس السيسي بسرعه البدء في تنفيذ وانجاز المشروع القومي لتنميه الاسره المصريه، كيف ترى هذا المشروع انعكاساته على الاسره المصريه؟ واعتقد ان احنا سنوات بقى لنا الدوله المصريه بتشتغل على الاسره المصريه وكل الاطر التي تخص هذه الاسره، وايه علاقته بالامن القومي المصري ايضا؟ يعني جوهر المشروع كما قال هو التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، وأعتقد أن هذا مدخل صحيح لتناول ما نسميه في العادة مشكلة الزيادة السكانية. نعم. العنصر الرئيسي في الضبط السكاني هو التنمية. تذكرين أننا تحدثنا من قبل في هذا الموضوع بالذات، وقلت ملاحظة يعرفها الكل، وهو أنه المناطق الأقل نمواً والأكثر فقراً والأقل في معدلات التنمية البشرية هي الأكثر إنجاباً في المحافظات المصرية. لا نريد أن نذكر هنا محافظات بعينها، لكن هذه هي القاعدة العامة. ومن ثم فإن فكرة الربط ما بين قضية التنمية وجوهر وطبيعة التنمية ومعدلات التنمية ومعدلات الزيادة السكانية هو بمثابة وضع اليد على الأسلوب الأكثر نجاحاً للحديث عن المشكلة السكانية، لأنه لا يكفي فقط أن نتحدث بين الحين والآخر، ونحن نتحدث منذ عقود طويلة جدا عن مشكلة الزيادة السكانية وعدم تناسبها مع التنمية المحرزة. لا يكفي فقط أن نتحدث عن التوعية الدينية أو التوعية الثقافية العامة، لأنه هذا كلام يمكن أن يدخل من الودن اليمين زي ما بقوله ويطلع من الودن الشمال. المسألة الحقيقية أن نعمل على أساس تنمية المحافظات الأكثر إنجاباً ضمن تنمية مصرية شاملة، وليس فقط التركيز على ما يسمى الضبط التشريعي أو إصدار تشريعات. أتأمل ألا تنحو منحاً عقابياً وأن تتجه نحو الحوافز الإيجابية، لأنها لو نحت منحاً عقابياً فأظن أنها لن تحرز شيئاً على وجه الإطلاق، فوق أنها قد تثير يعني ضجيجا بلا طحين كما يقولون. هنا القضية الأساسية هي فكرة التنمية وطبيعة التنمية. الحكومة قبل أيام تحدثت عن الانتقال من مرحلة التثبيت النقدي كما يقول عنها صندوق النقد الدولي، وفكرة المعالجات النقدية والمالية، إلى فكرة المعالجة الجوهرية للاقتصاد المصري، وهي المعالجة الهيكلية وتحويله إلى اقتصاد أكثر إنتاجية يركز على الجوانب الإنتاجية الصناعية الزراعية التقنية. أعتقد أنه المشروع القومي لتطوير الريف وهو مشروع ضخم جدا، يمتد إلى 3 سنوات بتكلفة تصل إلى 500 مليار جنيه، هي فرصة كبيرة جدا لحفز الإنتاج في البلد خاصة الإنتاج الزراعي، مع اتجاه الحكومة طبعا بتوجيهات الرئيس إلى التركيز على شراء المتطلبات الخاصة بالمشروع من المصانع المحلية. نعم. بالطبع هناك أهمية لبرامج نوعية من نوع مليون مشروع متناهي الصغر للسيدات، أو فكرة التركيز بالذات على بطالة السيدات، وهي أعلى في العادة بطالة النساء من بطالة طالب الإناث من بطالة الذكور. كل هذه مداخل مهمة جدا، لكن في الجوهر نريد أن نتجه لتنمية إنتاجية الطابع من جهة، وتمتاز أيضا بالمعنى الاجتماعي من جهة أخرى، أي تكفل الكفاية الإنتاجية وعدالة التوزيع في نفس الوقت. وهذا هو الطريق لمواجهة مشكلات الزيادة في السكانية.